يمكن عشان احنا من 25 يناير النهارده كل حكومه بتيجي بيتقال عليها انها يا اما حكومه مؤقته يا حكومه تسيير اعمال، ولو حاول يتقابل مش عارف ايه يقول لها اسكتي يا حكومه انتوا تسيير اعمال بس. لو قعد يوم في الوزاره ممكن يعمل. انا هقول لحضرتك على حاجه، كلنا دلوقتي بنقول ان الامن مشكله، فعلا الامن مشكله عشان السياحه و طب انا كوزير عندي تشوهات رهيبه جوه وزارتي، والتشوهات دي هي اللي عامله المشكله الحقيقيه. فانا النهارده كوزير عندي مثلا وزير صناعه، في عندي تشوهات في قانون الصناعة، عندي مشكلة النهاردة في 3000 مصنع واقف، وعندي مشكلة في المصانع اللي بتتبني زي حالاتنا جدات كده عندهم مشاكل كتيرة جدا، وعندي مشاكل في الطاقة. مش هقدر أحل الكلام ده دلوقتي لأن أنا زي ما حضرتك بتقول ممكن أكون حكومة مؤقتة. طب يا أخي أعالج جوه الوزارة بتاعتي التشوهات اللي موجودة. على سبيل المثال مش الحصر، احنا مثلا عندنا حاجة غريبة جدا، يعني أنا أتكلم على الصناعة بتاعتنا في الحديد. احنا لك ان تتخيل ان مستلزمات الانتاج كلها واحنا صناعة بتنمو عليها جمارك، المنتج النهائي اللي بيجي من بره ويغزونا من بلد زي تركيا معلوش ولا جنيه جمارك. مفيش جمرك على الحديد ولا جنيه، يعني الحديد بيدخل مصر ببلاش. يا ريت بس كده، ده انا كل مستلزم انتاج انا ببني مصانع كلنا يعني كصناعة بتعيد عليك بكل حاجة بنفع الناتج القومي وعمالة و و و و وتدفع ضرائب و و و وفي الآخر ما بتدفع على مستلزمات الإنتاج. أين النهاردة أنا لازم أعالج الكلام ده؟ لازم الحديد بيدخل من غير جمرك؟ آه بص، ده عشان دعم صناعة البناء والتشييد ولا عشان إيه؟ لا هقول عشان التشوهات اللي موجودة. هقول لحضرتك على حاجة، من ضمن مدخلات صناعة الحديد الخردة، مش كده؟ طبعًا. انت حضرتك بتصدر خردة بتاعتك وترجع تستورد خردة تاني. السؤال لو انا طلعت قانون كلمتين ممنوع تصدير الخردة سواء الحديد او البلاستيك اللي احنا بنعمل في الصناعة بتاعته بنصدره وبنرجع نستورده تاني، يا في صورة مادة خام يا في صورة منتجات اخرى، السؤال اصدره ليه؟ لو موجود عندي هبيعه على الاقل، لو بعته بسعر بره ببيعه بالسعر المحلي اللي بس موجود. بس اشرح لي الاول ليه مفيش جمرك على الحديد. اشرح لك انا ماشي اشرح لي. لا اقول لحضرتك اشرح، انا بسال الدكتور صلاح عشان خاطر ما يقولش انت رايح لحد هتحل. لا 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 اصل الدكتور صلاح متخصص في حاجات كتيره، فانا دي عشان صناعتي انا ممكن اقول لحضرتك باختصار. هو القصه بادئه من النهاردة، معلش هبدأ أهلك بدري شوية. أنت لما تيجي تعمل، عايز تعمل نمو في دولة زي ما أنت لحضرتك، وأنا قريت في التجارب كلها اللي فيها زي الدول اللي لسه يعني جديدة علينا متقدمة، زي واحدة بلد زي البرازيل كانت من إفلاس من كام سنة لسادس اقتصاد في العالم. من إفلاس إيه ده صارت معلش الحتة دي سنة 2001 البرازيل راح تاخد قرض من صندوق النقد الدولي، بالمناسبة كان 4.8 برضه. بالمناسبة الصندوق ما وافقش، قال لا لأن أنتوا على وشك إفلاس. السنة اللي فاتت يعني أول السنة دي نقول 2013 أعطت لصندوق النقد الدولي 8 مليار دولار مساهمة ومساعدة، قرض مساند لصندوق النقد الدولي. كمل حته كده. كل اللي انا لاحظته فيه حاجه مشتركه، حاجه اسمها احلال الواردات. انا النهارده دوله زي البرازيل، ولعلمك لولا دي سيلفيا الراجل ده ما عندوش ابتدائيه اللي هو كان سبب في التقدم الاقتصادي، ان هو احلال الواردات يعني مصر النهارده فيها صناعه، فانا النهارده بستورد حاجات كتير قوي ممكن ما يبقاش ليها لازمه او في صناعه بديله هنا. الاحسن ليا ان انا مع حمايه المستهلك في الدرجه الاولى اقوي هذه الصناعه وانميها واطورها واعمقها وبعد كده اصدر. ولكن الحاصل عكس كده. ادي لك مثل في تركيا في الحديد، معلش انا اتكلم عن الحديد لان دي منك. طب في سنه 1993 التراكوة كانوا بينتجوا 3 مليون طن، ولما بدأ قبل حكومة أردوغان اللي هي بدأت النهضة الاقتصادية بتاعتهم قرروا ان هم يهتموا بالصناعات الاستراتيجية وعلى رأسها الحديد والأسمنت والصناعات اللي فيها تكنولوجيا عالية، وبقت أصبحت عايزين تركيا تبقى مركز إنتاج لأوروبا وآسيا. النهاردة بكلمك في 2013 بينتجوا 40 مليون طن، فرضين لغاية دلوقتي رسوم إغراق على الحديد الأوكراني اللي كانوا خايفين منه في سنة 93. مصر مفتوحة على مصراعيها 90 مليون مواطن عندهم صناعة حديد ب 80 مليار جنيه استثمارات و70 ألف عامل.
في ظل منافسة غير عادلة تماما. هم عاملين اغراق على الحديد الاوكراني لغايه دلوقتي رغم ان هم بقوا بينتجوا 40 مليون طن وكان عندهم بيشجعوا التصدير بيدوا لكل طن بيتصدر 50 دولار لغايه 2008. شوف قد ايه بيدعموا الصادرات بتاعتهم. ما ده اغراق ده. ما هو طبعا ما هو فرض اغراق، ما هو فرض رسوم اغراق على الحديد الاوكراني اللي هو خايف منه لغايه دلوقتي. وهو بيعمل اغراق، وهو بيعمل اغراق طبعا في قضيه اغراق تصنع وتشتغل احدى اهم تصنع وتشتغل ملوش علاقه. يعني اخرج بره الموضوع وارجع له. احدى اهم مميزات ثورة 30 يونيو والاقتصادية اللي يمكن الناس العامة مش شايفاها بس انا شايفها ويمكن الدكتور متفق معايا فيها، ان احنا في الانتباه لاستعمار اقتصادي تركي كان هيغزو مصر 100 سنة. وهذا صحابك الاتراك دول انا بالنسبة لي اكبر خطر اقتصادي على مصر هو كان الاتراك. اكبر خطر لما اردوغانش اكبر خطر اقتصادي لان كان هيدمر حاجه اسمها الصناعه المصريه. لان هو اردوغان عمل لشعبه كتير انما مالوش دعوه بشعب مصر. انما احنا العيب علينا هنا اللي كنا هنفتح له الاسواق وكنا بقول لك هننهي الصناعه المصريه. روح حضرتك السوبر ماركت هتلاقي 60% منه تركي. هذه كانت هتبقى اكبر استعمار للاقتصاد المصري. فانا بقول لحضرتك النهارده احلال الواردات يعني ايه؟ لازم النهارده. وحتى انا يعني يمكن كمواطن مصري نفسي اتقدم للجنه الخمسين بمقترح للصناعه، لان في الدستور ماده للصناعه قد صغيره جدا، لو ان الصناعه دي لازم يبقى ليها ماده كبيره وعميقه عشان نقدر نحمي صناعتنا. احنا لازم نقلب من دوله ان احنا مش عارفين عايزين ايه، لازم نعرف نعمل عايزين يعني عايزين نحط بين قوسين كده ان الصناعه هي حتى صناعه السياحه، الصناعه دي حاجه كبيره جدا، هي اهم الاهداف الاستراتيجيه لينا. احنا لو عرفنا عندنا ايه لازم نصنعه ولازم نحميه ولازم نرجع نصدره عشان كل حاجه، عشان العماله وعشان نقوي عملتنا وعشان اقتصادنا ينمو وعشان يبقى فيه ناتج قومي عشان ما يبقاش عندنا عجز. فانا بقول لحضرتك الكلام ده اللي محتاج ايه؟ خطه. لازم نقعد نحط خطه احنا عندنا ايه وعايزين ايه. فهو ده باختصار قصه الصناعه. طب